بعد أكثر من عامين على الثورة، ما زالت المظاهرات السلمية تستهوي السوريين، وما زالوا ينادون بحرية سوريا، وما زالت أغصان الزيتون تدل على أصوات كثيرة تنادي برحيل النظام والتوقف عن إراقة الدماء عن طريق التظاهر السلمي. السوريون أكدوا خلال مظاهراتهم على وحدة الدم السوري الذي حاول النظام زرع الفتنة بين طوائفه وإثنياته المتعددة، فكانوا يخرجون جنبا إلى جنب رافعين شعارات الوحدة بين جميع مكونات الشعب السوري، ورافضين لجميع شعارات طائفية والمناطقية، فكانت شعارات الدرعة ترفع في إدلب كما تنادي دير الزور لحمص الجريحة. محاولات عديدة قام بها النظام للقضاء على هذه المظاهرات رغم المعارك الطاحنة التي يشنها بهدف قتل السلمية في الثورة السورية، ولكن المتظاهرين كانوا يجددون في كل جمعة العهد على المسير في الطريق الذي خطه من سبقهم من الشهداء الذين سقطوا في المظاهرات وهم يصدحون بشعارات الحرية والسلمية. فكانت أصوات المتظاهرين ترعب النظام أكثر من رصاص البنادق، فكم من شهيد قضى لأنه قاد مظاهرات بصوته فقط، وكم من منشد في هذه المظاهرات اقتلع النظام حنجرته ليسكت صوت الحق فيه كقاشوش حماة وغياث مطر. ويخرج اليوم السوريون في جمعة تشابه سابقاتها من الجمع، وإن اختلفت التسمية التي أطلقوا عليها اسم نصرة الشام بالأفعال لا بالأقوال، ليثبتوا من جديد تلازم المسار السلمي في الثورة مع مسار الدفاع عن النفس الذي فرضه النظام عليهم.